حلوه قوليها، مش عاجبك اتفضلي توكلي على الله. عندي كلمتين حلوين. هو انت مش كنت ناوي تغير المحل وتقلبه كافيه؟ اه. طب ايه اللي معطلك بقى؟ ما ان شاء الله نتكل على الله. لا ليه؟ انا عندي فكره بقى انقح من دي، هتخليها بقى نشط بطننا ونعد الست صفار. يا لهوي، فكره ايه؟ هسيب المحل كده لصاحبه واخد خليه ورجلي مش اقل من 1,000,000 جنيه ووقتي. مين يا اخويا اللي معاه المبلغ ده؟ عندي اللي يشيل حالا وعلى الترابيزه. ايوه منير، بس انت هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ ايه اللي اعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ انا هاخد المبلغ ده وبعدين اخد نصيب ابويا في المراس ونصيب معتز الله يرحمه احسن اليه برضه في المراس، واخدهم كلهم كده واروح اشارك واحد في الكباريه. كباريه؟ ايوه كباريه، شغله كلها روشانه وقلاقه ونظافه. اه منير، بس ده كباريه، معقول انت تبقى صاحب كباريه اخويا؟ والنبي بس ما تقطعيش، ادعي بس ربنا يثبت قدامنا ونقعد الكباريه ده، عاوزين نربي ابننا بقى بالحلال. الهلالي هم البيت امه وراح يعيش في بيته في مساكن الضباط. جهز نفسك واستنى مني اشاره عشان لازم نزوره وزياره قريبه كمان. امرك يا كبير بالاذن. Thank you.
اسمها صباح الخير او مساء الخير. مساء الخير يا عروسي. ايه رايك في قطفه الورد دي؟ قطفه؟ ايوه، ده انا قطفهالك مخصوص عشانك يا قمر انت يا حلو. بقولك يا طاهر، ممكن تفوق شويه من اللي انت فيه عشان نعرف نتفاهم انا وانت؟ ماني فايق اهو. قولي لي انت عايزه ايه واني تحت امرك. انت عارف ان انا اتجوزتك عشان تحملي ابني باي وسيله، لا عشان بحبك ولا بموت فيك، فبلاش بقى جو الورد والشموع السوداء اللي انت بتعمله ده. واني عند وعدي ورحمه ابويا ما فيه بني ادم يقدر يقرب منك، لا انت ولا حسام الصغير، ايه رايك؟ طيب، في بقى حاجه تانية انا عايزاها منك. اؤمريني اؤمريني واني تحت الامر. بص يا طاهر، في حاجات في لبسك وفي شكلك لازم تتغير، يمكن نليق على بعض ويحصل الكيمياء. كيمياء؟ كيمياء ايه يا دكتوره؟ كيمياء ايه؟ يعني تحت امرك، شوفي انت عايزه ايه واني موافق. بص بقى، اول حاجه لازم تعملها تشيل شنبك. شنبي ايه؟ شنبي ايه ده اللي اشيله؟ داني ببقى واقف كده في المجلس والشنب ده عامل لي هيبه، وبعدين الشنب ده عامل لي توازن، يعني اني لو حلقت شنبي هقع على ظهري. لا خليه طبعا عامل لك توازن، لا توجع على ظهرك، عن اذنك. يا شاهندي شاهندي، يعني مش فاهم هي عصب في ايه؟ ده وقته يا دياب. الو، ايه يا سيد الناس؟ ايه؟ اجي لك حالا. طب يعني ما ينفعش ناجلها؟ طب ماشي قول لي انت فين. طب خلاص هاجي لك. خلاص حاضر، سلام. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اصالحها الاول ولا اروح له الاول؟ لا، المصلحه الاول. بقال الله يرحمه. جاي تشمت فيا يا ود الهلالي؟ بالعكس، ده انا زيك بالظبط، مجرب، عارف يعني ايه الواحد قلبه يتحرق على فراق ناس بيحبوه. ده حزن ومالكش دخل بيه. حزن واحد، كلنا بني ادمين يا ست حكمت، وبعدين الاصول اصول. ده انا كنت شريك جوزك، شاركت الهم والندامه. بس الحج مش عليك، الحج عليه هو اللي سابك تعيش وحط يده في يدك. اديكي جبتي المفيد. بص بقى يا ام منصور، الله يرحمه طبعا ويحسن اليه، واضح ان انا وانت في بينا وبين بعض عداوه وكره لله في لله، بس انا عايزك تراجعي نفسك. بيتهيألي لو عرفتيني كويس مش هتكرهيني ولا هتبقي عايزه تقتليني، بالعكس ده انت احتمال تحبيني. ما عاوزاش اعرفك، وبقولها لك يا ود الهلالي، نهايتك على يدي. يعجبني فيكي صراحتك وثقتك بنفسك وبحترمها، وعشان صراحتك دي انا هجيب لك من الاخر. خلي جوزك يبعد عني بدل ما هدبحهولك، ومش هيلحق يربي اللي في بطنك، والمره الجايه حاجه الاقيكي بتقري الفاتحه، بس بدل ما بتقريها لواحد بتقريها لاثنين. ولا تقدر تمس شعره واحده مني، عارف ليه؟ لانك ضعيف، اضعف منيه بكتير. ما دريتيش، مش انا اتغيرت وما بقتش اضعف منيه بكتير، وبقيت قوي، بفرم اللي يقف في سكتي وممكن اسحله كمان، وهعيدها لك. حطي عقلك في راسك تعرفي خلاصك. خلي دياب يبعد عني، ده لو كنت لسه بتحبيه وعايزاه، وربنا يجعلها اخر الاحزان ولو اني اشك. سلامة يا طاهر بيه.
الله يسلمك يا واد يا وحدان. ايه سيديام، ازيك يا سيدي الناس؟ تعرف ليه يا طاهر؟ الناس بتربي كلاب. ليه الناس بتربي كلاب؟ الناس بتربي كلاب عشان يحرسوهم، وعشان لو فيه حرامي دخل الكلاب دي تهوهو عليه. مش بس كده، لانه الكلاب بتكون مخلصه قوي لصاحبها. بس في بني ادمين احط وانجس من الكلاب، اهما ربيتهم ويبقوا مسحورين ولازم ينهشوا بلحم صاحبهم. ايوه بس ده يبقى كلب ابن 60 كلب ويستاهل الذبح، وعلى راي المثل ديل الكلب عمره ما يتعدل. وليه انت لعبت لك معايا يا طاهر؟ اني؟ ايوه انت. اني يا سيدي الناس العب بدالي معاك انت؟ ده اني لو عندي ديل اقطعه علشان خاطرك. اخرس وسيب الكبير يكمل كلامه يا بو. انت اللي تخرس خالص وما تفتحش بوقك. اني وسيدي ياب بنتكلم، انت تخرس. ده الموبايل بتاعي. يعني ده موبايلك؟ ايوه. ده انا قلت مش على ايه، دورت عليه في كل حته وما كنتش عارف هو فين. انا كنت عارف هو فين. اللي انت بتعمله ده يا سيدياب، هو انا عملت حاجه؟ والنعمه الشريفه انا ما عملتش اي حاجه. بس خلي حكمه تسلط عليه. عاوز تخرب بيني وبين مرتي؟ دي هي الفضائل في الدنيا يا طاهر، واللي خلق الخلق لبعتك على الاخر يا خاين. بتخون سيدي دياب يا كلب؟ ده انت راح بكتافك من خيره. والنعمه الشريفه ما حصل، والدليل على كده اني حفظت سره لما كان هربان. اني لو خاين كان زمانهم قبضوا عليه. وجوازك من اخت حسام الهلالي مش خيانه برضك؟ هو اتجوز اخت حسام الهلالي؟ ده انتوا عاملين علي ربطيه. ربطيه ايه بس يا سيدي الناس؟ ده انا عملت كده عشان ابقى قريب منه واعرف كل اخباره واقولها لك. يعني انا ضحيت بنفسي واتجوزت اخته عشانك للدرجه دي؟ هي عفشه؟ عفشه كيف يا سيد؟ الواد كامل بيقول انها زي نهضه القشطه. يا ابن الكلب يا خسيس يا كامل. زي لخطة القشطة معناتها بتتاكل وكل. ايه رايك يا وهدان نجيبوها ونسهروا معاها ليلة؟ دي مهما كانت بقيت واحدة منينة، لازم نقوم معاها بالواجب. يا ريت يا سيدي. حسام الهلالي بيجهز لعملية جديدة عن طريق البحر. المكان عفش وما يصحش تيجي، والمكان قديه لازم نرتبوه. البضاعة كلها 3 كونتينرات هيدخلوا مصر عن طريق السلوم. وحدان ما تنساش قزازتين شمبانية، عاوزين نروقوا دماغ العروسة. ودي حاجة تتنسي، العروسة لازم تتبسط. هيتحملوا على ظهر تريلا كبيرة وهيدخلوا مصر على انهم لعب اطفال جاية من الصين. شفت بقى؟ شفت يا سيدي الناس انا بعمل ايه علشان خاطرك؟ حلو. وما قلتش الكلام ده قبل سابق ليه؟ ماني لسه عارف الكلام ده، وجيت النهارده عشان اقول له. جيت كيف؟ احنا اللي كلمناك عشان تيجي. سيدي دياب الواد ده كانه بيلعب علينا. العب ازاي بس يا وهدان؟ العب ازاي؟